لا يستطيع هذا العقل أن يخرج عن نطاق المحسوسات، عن نطاق الأشياء التي يحسها، فلا يستطيع أن يخرج عن نطاق هذه المحسوسات والمعلومات لديه. فإذا أراد أن يكد ذهنه الإنسان، إذا أراد الإنسان أن يكد ذهنه في تصور ذات الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه في آخر المطاف أن يتصور شيئا محسوسا، شيئا مخلوقا، شيئا محدثا، لأن النطاق العقل لا يستطيع أن يخرج عن هذا النطاق، نطاق المحسوسات لا يستطيع، فهو لا يتصور إلا المحسوسات ولا